أهلا بكم. على وقع احتجاجات غاضبة أمام البيت الأبيض، سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء الغضب العارم ضده في بلاده. احتواء جاء بإعلانه أنه يقبل نتائج تحقيقات الاستخبارات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية. وقال ترامب إنه أساء التعبير حين نفى خلال القمة التي جمعته الاثنين بالعاصمة الفنلندية هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نفى أن تكون روسيا تدخلت في انتخابات 2016. كما نفى الرئيس الأمريكي أن تكون حملته الانتخابية تواطأت مع الروس أو أن تكون التدخلات الروسية قد أثرت في نتائج الانتخابات. أتينا إلى هذه الحديقة ونقف أمام هذا البيت وأمام هذا الرئيس لنعلن استقلالنا كأمة. في الواقع اعترف ترامب بفلاديمير بوتين كرئيس للولايات المتحدة.